اشتعل الصراع داخل هذه الأسرة بين أب وأم نتيجة الاتهام باغتصاب طفلة في عمرها 13. وحسب تصريحات الأم فقد أقدم الأب على اغتصاب الإبنة وحرقها ومن ثم قص خصلات شعرها. وبين الإبنة والأم حديث عن تفاصيل الحادثة. قالت لك هادشي راه غير عاد يعني مور العيد مشي يومين ولا ثلاث ايام هكاك حتى اربع ايام يعني بالضبط ما البنت ما عرفتش غير مول العيد قالت فاش مشاو عندنا الضياف يعني نهار اربع ايام مشاو عند عندي الضياف. كنت واحد المره جالسه وعيطات لي ماما كنت كان قصاي برا فاش عيطاتي قالت لي سيري عيطي لباك ملي مشيت نعيط له قال لي سيري قصي فهاديك الحجره على من نسالي ونمشيو يعني قال دار راسو بحال اللي تقطع له التيو وقال لي سيري جيبي واحد التيو ملي مشيت نجيبو قال لي هو كيدخل من عييت ما نقلب عليه ملي ندخل قلت له بابا ما لقيتوش قال لي ما لقيتيش هو كيسد الباب. الأب المتهم في قضية الاغتصاب هاته يقول إن القصة مفبركة من أجل تحقيق مآرب مادية تحد الأم. قالت لك المرأة كتب لي الدار ولا حشيك في الحبس وكتحرض عليا بنتي وولادي كلهم كتحرضوا عليا ديك البنت أعز بنت كانت عندي ديك البنت ما عمر عقرتها ما عمر أنا قصيت لها شعرها ولا دارتها هادشي قالت دارته على حساب الدار وكتحرضها عليا باش حشيني في الحبس. بين أقوال تؤكد وأخرى تنفي تهمة الاغتصاب الفحص الطبي يؤكد أن الإبنة تعرضت للاعتداء الجنسي وفي أوقات متفاوتة. بالفعل في تاريخ 22/8 في عيادة الفحص الخارجي تلقينا واحد طفلة في عمرها 13 عام مرافقة لأمها تشتكي من اعتداء جنسي وبالفعل بعد الفحص السريري تبين بأن لديها جروح في جذع الفخذين على مستوى الفخذين الاثنين جروح من الدرجة الأولى وبأن بالفعل البكرة تم اصطدادها بتواريخ مختلفة. الأم لم تقف هنا بل قصدت هيئات حقوقية من أجل إثبات تهمة الاغتصاب. حيثيات هذا وكنطلبوا من العدالة على أنها تأخذ الإجراءات ديالها وتطبيق القانون في هذا الصدد هذا. وفي انتظار أن تأخذ القضية مجراها القانوني تتباين الأقوال والتصريحات ووحدها الأيام القادمة ستظهر ما إذا كانت الطفلة اغتصبت فعلا ومن الجاني.